مرحبا أصدقائي الحلوين، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير. أنا اسمي عزام أكحال من سوريا، من مدينة إدلب، عايش حاليا في قبرص، بشتغل في صناعة الحديد والتحف والأنتيك والديكورات المنزلية. أنا الآن عم بشتغل، عم بعمل كراج كبير، هذا هو الكراج، هذا طبعا كله من أعمالي من شغلي أنا. كراج 3 كونتينر، وفوق الكونتينر 3 صار في سقف كثير كبير، وهون رح تنحط معدات ورح تنحط قطع تبديل سيارات ضمن هذا الكونتينر، وهون رح تصير ورشة صيانة لجميع أنواع السيارات. تم الانتهاء من سقف المحل، وهلا حاليا عم نصنع بوابة لهذا الكراج. هذا شوف البوابة، البوابة على الشكل التالي، قطبين حديد، وبعد قطبين الحديد رح نحط الزي برتوتي، رح تكون على الشكل التالي، دواليب 2 من فوق ودولاب من تحت. أنا قناتي الرئيسية فنان حرفي سوري، وقناتي الثانية الاحتياطية سحر الشرق عزام أكحل. بتمنى منكم إنه تتابعوا قناتي وتشتركوا في قناتي، وبتمنى منكم إنه يكون عندي يعني مشاهدين كتير، وبتمنى تحطوا لايكات كتير، وبتمنى تستفيدوا من أعمالي ومن شغلي. عندي أشياء كتير حلوة ضمن القناة، ضمن القناتين طبعا. وشكرا، الله يعطيكم العافية، بتمنى لكم السعادة، وبتمنى لكم التوفيق والمتعة في مشاهدة قنواتي. شكرا لكم.